وعاملين ايه النهارده. باذن الله هناخد مع بعض حرف ايه؟ حرف الصاد. حرف الصاد ده يا مسارة، حرف الصاد ده بيبقى بالشكل ده. تعالوا نشوف بيتكتب ازاي مع بعض. حرمي السنارة من المية وشد شوية كمان شوية والسمكة هتاخدها منين؟ من تحت المية. تاني، حرمي السنارة في المية وشد شوية كمان شوية والسمكة هتاخدها من تحت المية. ده حرف الصاد الجميل بتاعنا. طيب ايه هي المسارة حركات القصيرة؟ الحركات القصيرة فتحة كسرة ضمة، فتحة كسرة ضمة. طيب تعالوا نشوف لما نحط على حرف الصاد حركة الفتح بسيطة ايه؟ صا. شوفوا صا. طيب صا 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 صيدا، صا صا رو، صا صا بار. طيب حرف الصاد تحتيه حركة ايه؟ الكسر يبقى صوته صي، صوته صي، يبقى صي سينية، صي سنارة. حرف الصاد عليه حركة الايه؟ الضم، صوته صو، صوته صو، صو صندوق، صو صنبور. طيب عايزين في مسار نحط على حرف الصاد ايه؟ السكون. احنا زي ما اتفقنا ان الحرف الساكن ما يجيش لوحده ابدا، لازم يبقى قبليه حرف متحرك. الحرف المتحرك ده عليه فتحه كسره ضمه، دي صورة ايه؟ عصفور، عصفور. يبقى حرف عند حرف الصاد عص، عصفور. طيب تعالوا نشوف بقى اشكال حرف الصاد. ده شكل من اشكال حرف الصاد. تعالوا نشوف شكل تاني في اول الكلمه، بيبقى زي ما بنكتبه بالظبط بس طالع منه ايه؟ سنه صغيره وفارق ايديه على الصاد. ده شكله في اول الكلمه. طب في وسط الكلمه يا مستاره، في وسط الكلمه يبقى فارق ايديه ونايم على الصاد، فارق ايديه جميل. طب في اخر الكلمه يا مستاره، في اخر الكلمه بيتكتب بالشكل ده وكمان بالشكل ده لو ايه؟ لو طالع منه ايد صغيره وقبل حرف